أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند كسو دوالا ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنمي سنين أخطبه حساسي أي نصوص على فضلاً نلاتشوك حق حساسي أما دحنا معمول قبالي ديدا أو سي اسكميد أهي أدي دان إن لسي ورا دورشو ينك دالكا إسلامار كاسينة دوان دابين أيا قرشها رئيس الوزارة محمد حسين روبلي حبناها مدوغا مشرحين تا معارضك أيا ديب بورك وجفي ولا عكو سابسان قبسو مدى دورشو ينك أقل كهوسي أو أموقضا مد بلو غيدي أو سندوين قدبوين كي يوغو دان بيي أي حالة دالكا أيا كو موجين رجحو مشروع دورشو صومالي أيا سي قابسي أه كسعود وحانا كالو حوغن ولا عكو سابسان إن أيسان دورشادة قولها شعبك حلي دو قبسو ميكرين مدحوينا بودلان سعيد عبدالله إدان يوحو إساقا كم مشغول سيهاي دورشادة ديگانكا ومنا موقدان نين أهميات سينا يا دورشادة هير فيدرال وحينا حوك تشيغيسا إنو سان ربين إنو بلاود دورشادة أقالك هوسي بارلبانك سوماليا إلا أي كدامان إيسا دورشادة ديگان هوسي بودلان أو دوان بلابان دونتو مدحوين الداني ايا وحا هادا كسعود عدادس عالمي اه او دالبانايا انو بلاو دورشادة غلاها شعبك اللامان ايا قانا وحا اسكب دالي دونو هقاميها قلمودو احمد عبدكاري قورقور اساق وحا لغو امتعامي ارقا لسونا والجماعة او اسكو دييسا اني اوود اهادي بسوان نقطو قورقور وحا وليكو هرسان دورشادة لبلا حبنو دي اقل كساري وايهان وحكو سابسان دورشا فيدرال اهي كما اوسان هدلين حبنكو دو دو وحا لغا سوحيلتي انوسان وح دورشا اهي كهدلين إلا او كوحد اهلسونا والجماعة كسو افجارو حيلاد ام حوق مدي نقطبا وانا اللولان فران او ان لاقون وقتيقا ودمان دونو هقاميها كوفر قلبيد عبدعزيز حسن محمد لفتقرين اساق وحا ولي لغا فجل لأيهي لبا ديگان دورشا واهو قاميه قبلايتك كليه اي ولي كردگن ان لا استعمالو لبا ديگان دورشا لفتا قرين وحا مبدا وهاينو كشاقيه وحو البا او حل او اركو مده وينا وقتي سدا ماده محمد عبدالله فرماجو كسو لابان كرو دور جير او لا اسكود ديي ان لغو قنعيو ان وح لغا بدلو قضب كديگان دورشا دا اي كجره شيسك 18 سبتمبر وحا الله شيغي انو اد اوغو مدحا ديگي هادا كوح فرماجو كل دو دو ايا كلاد دالي نيسا انو قبط دورشا افر الا شان كرسي او اقل كهوسا اه او كو قبط مغالد براو ايا بايدا وسي لو سو افجرو دمعا كو ادن ان لو لابتو هال ديگان دورشا منا عدا انو سيداسي كو دقاقي دونو هقاميا جبلان احمد محمد اسلام احمد مدوبي ولوحو راجعين ايا هال ديگان دورشا اساقو ربو ان كراستا تالا قربها ري لغو سو عليو مغالد كسمايو او مامول كيسا سي حوغن قعانتو كو هايو دو ديس اوغو حوغن وا ان دقالي اهان ايا امني اهان باللقبان كرين لبد ديگان دورشا احمد مدوبي ولوحاكو هرسان دورشا دا افر كرسي او اقل ساري اهي علي قود لاوي ايا سيدو كاليلا شيغي اني اسكو اركتي يهين دمع اهال ديگان دورشو مدهوينا وقتي كدع اي فرماجو اساقا وقتي قبو ايوكو قادان ايا فيلا صوماليا ومانا موقتا انو ربو اني دق دق وحكو سو دمادان وحونا فرصد وينو اركا ان اي سنجرين عدكو ايدين كرتا فشلك دورشا دا ماداما او مالين عد اسكو وريجيي مسؤولية دا دورشا دا يأمني قيدا معاراتك وحا ديك بحايا جيبكو دا ما اهان سيدا دولد دا او ما هايستان شدال اد وفربادان وحي جعلان لهايين ان دورشا دا دق دق لوقبتا وحانا اد وبادان قيلدان تودا دوان وحي شيغن ان قلها ودا تشيغا قارن او قادان يا مسؤولية دا فشلك دورشا دا معاراتك وحي كدو ديان إن هوان تلا آنتا دورشادة أي سببتاي إن أي هوسو دعد رجادي شعبكا إن هو مقدهاري يي مالقاشيكي كالمدي عالميكا دين عفيمتا إيام متلاد صوماليا إي فقارها عالمكا وحا مدويكي قدن بيي هوسو دع أي رجادي لغا قبي إن دورشا بارلبان أي كدماتو إنتا كهرسن سند كاني مدحوينا وقتي كدع أي فرماجو أي سيدين بلودو ديري أهجوغا حفيزكا فيلا صوماليا أفر بلود أي أباهاني هاي سيوقاتو هل سنة أو مدكرور سيأه وحانا حتى جرين رجو اه ان سيديد فيبراي لابوكن لابي لاباتنك لقبان كرو دور شرا مدحوينها فضلا دب ادور كيني هوري اي عالان سيد الميديا حرارياشي يا علي ايا كهدلي يو سيربير قديسة ان حيانكي امجد سعودكي اي دعودني سومرتي او دب اغن نقونيسة إلا كن سغال بغل لاباتني يتدبا صدني يسدح مستعمرده خير يروب أفريكا حدودها أسمين أي سيدي أيو أستيين دولة دي رايدكا يدور كي كل حيد يدولة دي كعانكا ووهي دولها لبادة دي نحسو جيديين أما محكمة دوباريستا كوساميسي وحاجرتي حلي مدحويني كوحيجين دي هوري سوماليا دولة دي ملتريقا حلي جيني إيو كينيا أي أرينتان أهيدين أي كوضا هدلان دولة دي سوماليا نواقع
إن أي دي دي إن كهذا شو موضوع كسابسن بطة سببتنا عهيد هي يجي يفكر كي يسياسة دي أرمها دي بدأ إيواجا أي هاجة يسي من نمضي شنطة الصومالية ما دام أن نقول كي بكو كلا بحين سبب بطة أن أجا حضرنا ما يجرتو أي فكر كي يفلسفة دي مدح دي وقتها رأي يقول وها لكن كنت هانتي مركزو في رسالتي مسؤولين الصومالية يددك الصومالدو إن يهين أيار لقى بران كراكيس كان دد ودنيينا أو دل شعل ومرك قارع صورنا سيدا دل كأيو شعل يهين محي أقول رجوا إن دبوديسكا يا قرن ديسكا دل تعب كبدن دل شعل كا مرك ششيا لا يسحيو أي جليان دولتي هي سوق هالمري كلا دوانا دولتو كمل قار فيو هالرئيسو إلا حل يرنتي عبد الله يوسف لبكون يتضبع لبكون يسدد دور وين بكل هاين مموين كي اي كيني ربتي ان لو قرو ايو كالنتي اي كي استاغين اي سيدي ايو ديدين سيدو كلا شيخ شريف حكومت ايو يمدح وينبا ايو سيخدي وقتقاس ايوغن دور مهيمة بيك عيارين حسن شيخ مدح وينا فرماتشو ايو حكومت ايه كالدوانا وحكومت دينا نقودن بيسو رسول ساري محمد حسن روبلو ويهي هرمودك وحكيس كاسي إن برا يا سومالي نمضى يودن نمضى يدل شعيلك وهاي تهاي تها إن نرنتي وترجنو إن إنه أتكين الدل كين دسمهيسة يود شركيسة يم النمديس يقر النمديس وأنا أهانن هذا إنه ما أنتو دبل دقي إنه هلجن كاردير يهرك وسومري يجوشيسة سيدي نكهي ليروا طقم بوا هاي والله صاحرة أنتو قصلي يدم حيدون يقصه لي ويدون كفر حبر تبغى أن لهم يتوناي مركها أن كفر عادينه بدادير وإلى هاي النسي خيرات كدل كنا كدوجن يهدا وقيب وينو كب كميرة صدق ذا قيب هذا الله كلا قيبيو بحبيوتك أقدر قالها يقل ففق عرضاتك أنت ما سومالي وحي هالشيء سامي آدوين بقول كيف سديت المركز اللي يسكوع العليا هانايا بقول كيف بقول كيف تضبط نيشان بقول كيف صدح ملاذو لا إن كبرن العلي سهانا يسكون قن يسب بقول كيف سديت يوح كبرن إن الصومالي الليلاي رنت المركز هذا دبك شدنا محكمة العدالة دادونكو فلاسفة ده الشرعية تشيرس برودنس كاي استعماشو وحكوا تشروح ليلا equitable share theory وهذه تشر أي سكود ده ما دام حرونت هذا نبيس فعلاس ليلا إن بدأ أدون كنا أي كتلس مركب واحد بضيعنا كوسي تيجالين كيني يملون بمدى حلو قليل من كوريا هاي إسلامتي هو إذا هلاسي وحلو حدي أو مل مدى حي ذا بلار سنة بروت مل مدى حلو قليل يذا في الصندونت مركب نوضة راح بكتلس كيني أنا مل بمدى حلو قليل محاي نجت هي حورننا شار بينه نهاي حديد باين نجد حيا وشار كايا جنب الدورة تدقو إن الله دور نوراتي نواتكو قصبنتها هذا ما شيء نشوفه وهرن أو حكم شرعي بينه حيصنع أو عد أو دنيا دنيا لا دنيا دنا دقن كذا إيو سمع دير عيو ضل ولا عيو احترام الله جونا قيمية شروط عالمي جان هتجيب كه لبده إنه بنا أم كل سبنا كودة كرنا استاديو كمحكمة دنا وينو وضع قاعدة نو وضع صحيحني هذا سيشق وين بين نوت الله كيس كوا كوجولي سني وينو هلني هل كاسون إن لجع حرمة هي حكومة دا يا شعبك يا دولد وحوط على شقاء هذا جوع سيدي هورارت واحد هل جنكي راود ماضي لكن هل جنكي وين هذا حري فلنتي حكم كاس عدالة كردستان مال مرنتي سي وحيابه كلوس كوب سنة أوردناعية ذيك الدوناية شرعية فرصة ملا أو بدع علوم تنقص عب سنة حدوده وحيله جيوغرافي جيومورفي وحيله هذا جيومورفي جيوفيزيكس وحيابها صدنا الله يرحمه سالح وأقان دير الله een aya lagu cabira aqoontaas waa u baahanahay farsamada tii sharciyaqaanka waa u baahanahay tii diblomaasiyinta iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda waa u baahanahay qaramada midoobay iyo meelaha kale ee ururadooda aynu kamidnahay in lala halgamo waa u baahanahay walka safiin xeerlaalmiin oo kala aha safaaradahan in la xoojiyo oo waruntii waliba shanta ugu waaweyn ee dunidu ku ururto haday tahay African Unionka haday tahay kuwa Carabta ee Masar haddii tahay Kenya ku dheedo qayb weyn safaaradeedaas New York, Geneva iyo Brussels waa meelaha dunidu isugu imaneysa diblomaasiyada aad uga shaqeyso
kiiskeenina u baahan meelmarintiis iyo usiilo bigreentiis in laga shaqeeyo waa hawlaha shaqo ahaan inoo yaala maanta walaalayaalow hadayna halkeenu taaganahay hadaba dalkani wuxuu u baahan yahay inuu kala nabad galo inuu nabad ku wada noolaado nabadna ku jiro nabadna ku hana qaado wixii khayraad iyo uu leeyahayna si nabada oo ilaahay u calfay uu ugala soo baxo meel dheer baynu ka nimid 19-kii dowladeennu way burburtay waa la yegleelay 2000 meel buu soo gaadhay maantana waxaynu maraynaa heer haddana ay tahay inaynu dhiig cusub ku shubno ama sii laba kacleyso dowladnimadeen labada soomaali bay u taallaa ka ay dooranayaan mid walbana se waxay inaga saaran shaqo waajib baa inaga saaran waana waxa keliya ee aynu ku kala nabadgelayno ee aynu ku sii jiri karayno haddaad u fiirsataan dacwadan casharada kale ee ku jira muddadii 19-kii ilaa 2005 oo ayna dowladnimada xooganayn maxkamaduna u aqoonsatay xilli Soomaaliya mayd ayna waxba ka duwanayn waxa kalifay in laynagu soo dhiirado waa dowladdii oo aan jirin ama aan xooganaynba haddii tiiteedii aynu mar labaad ku noqonno haddana dibbaa laynoo sii kala qaybsan doonaa haddaynaan maanta cagaheenna ku istaagin waajibka xukuumadda ee nasaaranna gudanin dowlad iyo shacabba Soomaaliya dib bay u noqon doontaa doorashooyin baa lagu jiraa xilligeedii la gaaray 17-kii September baa ra'iisul wasaaraha la magacaabay maanta sanad baynu maraynaa ku talagalkuna wuxuu ahaa maadaama doorasho dadban aynu qaadanay 4 bilood gudahood ama 6 bilood ugu badnaan in golaha baarlamaanku ku soo dhamaado labada aqalba dabeedna doorasho loo dareero dabeedna ciddii ilaahay waa calfaa ay hoggaanka u qabato Soomaaliyana meel dheer sii gaadhsiiso arrintaasi weli waa inoo taallaa doorashadaas bilaabantay waa inay hana qaadaa waa inay dhammaataa geedi socodkooduna inaga soo gebagaboobaa wakhtigeediina marka baarlamaanku isu soo dhammaado shaqadii u taallay ee iyaga ay ahayd inay ka gutaan ay ka gutaan annagu haddaanu nahay reer waqooyi ilaahay waa iskaaya afgaradsiiyey aqalkii sare ee ugu qurux badnaa marka doorashooyinka dhacay la eego ee jirug culustu ka soo baxeen ayaa ay doorteen Soomaaliland wasiir Saalax oo khabiir dastuurka ku xeel dheer iyo gafanariska ah wasiir Dube oo in badan maaragtay maxay odhan jireen qolyihii Dubaa dhawaaqay saqdii dhexe markii halkaa la maray ya iyo dharkii Dube waa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waa Cabdi Xaashiyo soo laba kacleeyey waa wiilal iyo gabdhaba 11 culus waxaanu soo wadnaa inaan 6-4 u dhigma 11-kaas la doorto oo si xor oo xalaal runtii tartankooda tusaale u noqdaan 11-kaasi siday tusaale ugu yihiin aqalka sare 6-4-kuna tusaale u noqdaan baarlamaanka intiisa kale taasan damaanad qaadayna annagu markii aan fiirinay Soomaaliya waxay u baahan tahay inay kala nabad gasho doorashada ku kala nabad gasho laakiin waa aragtaan waa laga maagay doorashadii golaha shacabka in lagu dhiirado anagu waanu ku dhiiranaynaa toddobaadka soo socda waanu degdeg gelinaynaa hadii la heeyo marka maxay loo ballanaa doorasho Soomaa waxay noogowey Soomaaliya inay kala nabad gasho xukuumadan aanu waajib ku saaran yahay doorashadii inay hirgeliso waxaan baaq u dirayaa saaxiibadii madaxda dowlad goboleedada saaxiibayaalow doorashadii hore aynu u bilowno bisha December golaha shacabku inuu inaga soo dhamaado ayaa inoo balanaa Ilaahay idinkiisa Soomaa taasi ka wada shaqeynayna annagu waa ku dalagelinayna toddobaadka soo socda aanu u jeheysanayna hadii Ilaahay wa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku soo dhoweynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble si inoogu soo gunaanado inooguna barakeeyo inooguna duco